اي والله عباد الله، الشريعه مشات والامه مشات الله ومن المبخاش يقول له امين هذا ملكه الله ونقول له امين هذا ملكه وخلوني دمر هذا المتعب. رحمك الله رحمك الله شيخ ابو النعيم. سلام 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 سلام. الرب الشكر لله. الرب امر اهل الاسلام. الله. امر اهل الاسلام باحقاق الحق وازاق الباطل. الله. الشريعه قصد تقام والقران صيع له امره. الله. وقصد تبع النبي عليه الصلاه والسلام. يا ربي يا رب اسكم نزول يا رب. يرحمك الله. يرحمك الله. شلون ماكو شلون الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الذي يجب ان يعلمه كل مسلم ان الله عز وجل امر علماء الاسلام بالقيام بواجبهم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. سمعوا العلماء سمعوا العلماء سمعوا سيدكم سمعوا سيدكم. ويأبى الناس الا ان يبدلوا ويغيروا وجعلوا المنكر معروفا والمعروف منكرا. الله. فاصاب الله هذه الامه بذل وسقوط. الله. وحقاره وويلات. ولن يرفع هذا البلاء سواء البلاء المادي الله. أو البلاء المعنوي إلا بالرجوع إلى الله. الله. والتمسك بدين الله وقول كلمة الحق. الله. أدراها جنة هذه لمن عبد الله أقصد إن شاء الله. هنيئا لك. لما استغلق الباب على ابن تيمية رحمه الله ديال السجن الله. قال فضرب بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمة وظاهر من خلال العذاب. أشنو هو السجن؟ أشنو هو السجن اللي تشد في الله ابتغاء امر ذات الله سائرون لاحقاق الحق وازهاق الباطل كيما عرفتوا لي غادي نبقى. الله. غنبقى كنامر بالمعروف وكنهى عن المنكر وما يمكنش وهذا الذي هو قائم الان مع اليهود ليس تسامحا انما هو مسخ هويه وانما هو اشرح ذلك شرحا بينا احقاقا للحق وازهاقا للباطل. اللهم خذ بايدينا الى احقاق الحق وازهاق الباطل ولن نحيد عن قول كلمة الحق. ولا يستطيع طالب علم أن يعيش دون أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. في الأمر بالمعروف حياتنا وفي النهي عن المنكر مماتنا ابتغاء مرضات الله واستبطانا لرحمة الله واهتداء بهدي رسول الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اكرمه بالجنة يا رب العالمين. يا رب يا رب اسكمه بالجنة.